كذلك نرقدوا زرعه الكتان، قدروا ملي ترقدوا زرعه الكتان فهو زيت مزيان للكلوي ومزيان للكبد ومزيان للسرطان ومزيان للاورام ومزيان للتوازن الهرموني. رقدوا الخزامه مزيان للاذن ومزيان للتوازن الهرموني، دهنا وشربا مزيان وتقطيره. كذلك ترقدوا رقدوا ازير مزيان لاسيونيزيت تقطيره. قدر رقدوا عده فوائد صحيه موجوده، بحال مثلا كيرتيقد الحرمل مزيان للروماتيزم السياتيك. انا تنفضل السانوج حيت في حديث نبوي. السانوج رقدوا ما 300 غرام حتى 400 غرام في ايترو تاع زيت العود ونخليه جوج ثلاثه اربعه خمسه الاسابيع. احسن علاج للشقيقه ومفيد للخصوبه دهنا لجميع الجسم، وتقطر به الانف للزكام والحساسيه، ومزيان للربو دهنا. سبحان الله الخير كله موجود. نعم، اذا هاد الدهون كنت كلها تكون عندكم، وان شاء الله ولا زيت العود دير 100 درهم نشريوها ان شاء الله ونشجعوا الفلاح ونعلم وليداتنا يستعملوها اكثر من الوليدات ما تيبغيوش زيت العود، حيت الامهات ما تيبغيوش زيت العود، تتخلي الريحه قالوا. ايوا والسرطان شكون اللي مريض به؟ العائلات هما المريضين به بزاف. ما ياكلوا ثومه، ما ياكلوا حلبه، ما ياكلوا زيت العود، فين بغا تمشيو؟ وجلت نعم؟ لا المارغرين الله يحفظ. نعم. اذا اوراق الزيتون، زيت العود، ماء المرجان، وغادي نفاجئكم ملي تنعصروا الزيتونه تتعطينا سائل فيه الزيت والماء ياك. الماء تيهبط هو المرجان والزيت تاع الفوق هو اللي تناخذو تنستعملوه. ثم تعطينا الماء المرجان وتعطينا الفطور العظم مع القشور تاع الزيتونه. العظم ديال الزيتون كاينين الناس يدقوه وتيكحلوا به، كاين الناس يبخروا به مزيان اللي عنده الضيقه والربو. كثير عندكم عندهم الحساسيه ديال النيف وعندهم الربو. شكون فيكم اللي تعرف يبخر اوراق الزيتون من جهه او العظم ديال الزيتون من جهه ثانيه؟ عظم الزيتون سنتعلموا نعلموا الجميع يتجمع ويتطحن والغبره ديالو نزيدوها في الماكله وشوفوا صحتكم كي تكون من بعد. لا هي لا عظم التمر تلوحوه، وعظم التمر لو تعلموا سولوا الفلاح مني عظم التمر تيجمعوا تيعطيوه البهايم اللحم تطلع رفيعه جدا. ما غاديش ناكلوكم انتم مما لا شك فيه، فقط انه باين على انه في املاح صحيه او مواد مفيده جدا. مزيان، فعظم الزيتون تعلموا نطحنوه بعد ما نقليوه شويه، وعظم التمر مادام جبنا النواه